اخيرا بتشهدوا ان انتخابات تركيا كانت انتخابات نزيهه وان التغطيه الاعلاميه كانت محايده؟ اخيرا يا عمرو، اخيرا بعد ما صوتنا اتنبح في 60 انتخاب النهارده بتضرب المثل بالانتخابات التركيه اللي فاز فيها اردوغان. انا اقول لك ليه بقى، لانه اردوغان التقى الرئيس التقى السيسي في قمه العشرين، اردوغان سلموا على بعض والتقوا مع بعض. الصوره اهي، ومش بس كده، ده في اجتماع ضم ممثلين من الجانبين اهم. شوف شكلك جعر جعر، يعني جعر قوي. بص يا عيني ولابس جزمه 10 سم الكعب ومش نافع برضه. المهم يعني ما هي مش بالقصر والطول، في واحد طويل وهنتول وفي واحد قصير وجامد قوي يعني زي قرن الفلفل كده. في قرن تلاقيه قد كده وما بيعملش حاجه، في قرن قد كده ويلسوعك انت ولا طولت ده ولا ده. المهم لا، في اجتماع بقى بين الجانبين التركي والمصري، قاعدين مع بعض، قاعدين مع بعض في اجتماع رسمي. هي دي في السي ان ان اهو، اهم يا حضرات اهم، العب الصوره اهي، قاعدين مع بعض. وادي مدير مكتب السيسي اللي هو بقى مدير مخابرات، وادي السيسي، وادي شكري اللي كان بيلعن في تركيا، وادي اردوغان، وادي وزير خارجيته اللي كان مدير مخابرات. بصوا يا حضرات، قعدوا مع بعض. فدلوقتي بقت تركيا كويسه، انما زمان كان ده الراجل ده ديكتاتور. حريه يا عمرو اللي بيطالب بيها، الحريه اللي بيطالب بيها اديب مجرد طق حنك.